أنا أسست الفرقة هذه. الفرقة هذه بديناها طبعا نهار جيت الإمزاد هنا، جيت انضميت للجمعية هذه من أجل الإمزاد، لأني واحد من الناس أنا نحب الثقافة عند بلادي بزاف، وثانيا نحب الآلة هذه اللي يقول لها آلة الإمزاد، لأن هذه الآلة محرمة علينا نحن كرجال. ومن بعد احنا قلنا نطوروها الموسيقى هذه، طبعا نطوروها نوصلوها، المهم نوصلوا المساج هذا نتاع الحب والسلام، نوصلوه لأبعد مكان. احنا نتبعوا الستيل بلوز الروك على طبع الآلات، كي ندخلوا الآلات آلات العصرية. أنا نعزف على آلة الجيتار، وعندنا دوزيام جيتار، تروازيام جيتار هي آلة لاباس، وكاين جامبي أفريقية، آلة أفريقية احنا نستعملوها بزاف، وكاين لا كاليباس هذي نستعملوها حتى هي، وكاين لا باتري، وعندنا الساكسوفون الثاني نستعمله، ونستعمله حتى الفلوت.